محمد فضل في الاستاد. ويا فضل تعالى ندخل بقى في ملف الاهلي، لانه ملف متشعب وكبير. فترتك فتره وانت مدير تعاقدات في النادي الاهلي كانت فتره صعبه عليك، لان انت كمان الناس دايما بتبقى بتطلب من مدير التعاقدات ده نجوم السماء، يعني عايز اهم لعيبه وعايز وشايف ان انت بتبقى دايما بيبقى هو اللي في الوش، يعني حتى دلوقتي امير هو اللي في الوش في الصفقات، بغض النظر بقى عن مين اللي اختار مين اللي قرر مين اللي كده. فهي كانت مرحله كانت صعبه بالنسبه لك، لانه وقتها كمان كانت الظروف انا مش عارف هي فلوس ليها علاقه بالضخ الاموال، هل ليها علاقه بالبادجت اللي اتحطت لك ولا لا، لكن الصفقات ما كانتش كبيره وما كانتش كتيره، فانت اتهاجمت. اتهاجمت. بص هقول لك على حاجه، هي في نوعين من الشغل في كمدير للتعاقدات عموما في اي حته. اول حاجه الشغل الاولاني انك انت تنفذ الصفقه، يعني حد يقول لك كريم فلان عايزين نجيب كريم خلاص كده الموضوع، وده سهل جدا جدا يعني لانك بتتفاوض باسم الاهلي كمان. طبعا بيديك كل حاجه، يعني الاهلي الاهلي مش محتاج ان حد يتفاوض باسمه يعني، بس هو الاسم بس الواحد يكفي كفيل انه اللي يخلص الصفقه يعني. طبعا بالفلوس بكل حاجه. والحاجه الثانيه اللي هو احنا اول ما دخلنا يمكن اتكلمت مع كابتن الخطيب وكان حسام ساعتها برضو في لجنه الكوره وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن زيزو، ورحبوا بالفكره جدا ان احنا نعمل ديبارتمنت، وكانت اول مره تتعمل واتعملت الحمد لله دلوقتي معموله ديبارتمنت السكاوتنج ديبارتمنت. يعني ايه يا كريم؟ يعني انا بقى قاعد ما بتابعش اللعيبه بتاعت الدوري المصري اللي هم الناس كلها عارفينهم، لا انا بتابع بره في افريقيا، بتابع في اوروبا اللعيبه اللي ممكن تيجي، بتابع في الناشئين الفرق الثانيه، بتابع الناشئين بتوعي عشان اعمل هويه للنادي. يعني ايه هويه للنادي؟ يعني المفروض في بره في اوروبا بيجي يقول لك مثلا 50% من لعيبه النادي 50% من بره. في ناس تقول لك ان الاساس زي اياكس مثلا لعيبه النادي. في برشلونه نفس الكلام، بس كل مرحله بتتغير حسب المدير الفني. فجينا عملنا كده وابتدينا، فقال لك اوكي. فابتدينا نعمل سكاوتنج كتير قوي. الفتره الاولانيه اللي انا اشتغلت فيها يمكن انا 28/5 حصل موضوع ابني يوم 31/5، فكان صعبه جدا. وبعد كده سافرت روسيا لو تفتكر، كان كاس العالم وكان كارترون، احنا كنا تعاقدنا مع كذا كنا عايزين نجيب مدير فني. فانت ممكن لجنه الكوره انت تبعد عن الكلام ده خالص ولجنه الكوره هي اللي تعمل وانت في الاخر منفذ. ماشي. اللي حصل لما عملنا الفكره دي، فطب ايه الاحتياجات؟ الجهاز الفني كان بيتغير. فجه كابتن محمد يوسف فكان لسه مدير فني ما جاش. فكنا بندور على اسامي كتير. يعني كان في رينار اعتذر، خليلوفيتش اعتذر، اسمه ايه سانشيز كان ريمون، لا 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 مش ريمون، اسمه هجيب لك اسمه برضه اعتذر وراح الصين. كان في كالدرون، كانت الامور الماديه عائق. وبعدين تعاقدنا مع جوزيه جوماز، وجوزيه جوماز كان عنده عقد في فسخ السعودية. لا فسخ العقد بعد فسخ العقد معانا بعد ما احنا مضينا وكل حاجه، فسخ العقد وراح بعد كده اسبانيا. اوكي. فراح الماريا. بس راح الماريا بعد ما احنا تعاقدنا بقى. ماشي. دخلنا في حاجات في ديبيت كده، وفي الاخر بقى كارترون هو كارترون ما جه يختار لعيبه. يمكن مثلا احنا كنا حاطين اسامي، كنا حاطين حمدي فتحي، اسامي كتير جدا جدا يعني. هو حمدي فتحي خلص في يناير، معظم اللعيبه خلصت في يناير. كنا احنا عاملين التعاقدات، احنا كلجنه يعني عاملين التعاقدات، وكابتن الخطيب طبعا عنده كل التفاصيل، وامير جه طبعا خلص الحاجات، فالامور كانت الحمد لله جيده. انت مش انت اللي بتختار. يعني يمكن هقول لك على سر ان مثلا بدر انا كنت عارضه على كارترون. ماشي. هو كان عاوز سليف كوليبالي، فمش بتاعتك. ماشي. انت مثلا سيرجي اكا بتاع الجونه كنت جايبه فري، هو مش عاوزه. ماشي. في لعيبه كتير جدا انت كنت عارضها هو مش عاوزها. يعني مثلا كنا هنبيع وليد ازارو ساعتها برقم كبير، وكان ممكن للصين. يبقى في كان في ساعتها ممكن يبقى بغداد بنجاح، احمد موسى. يعني كان في اسامي كويسه، في لورش، في شونجا من اورلاندو ساعتها. ماشي. كان في اسامي احنا كنا بنفكر فيها، فما فيش. كان في علي سوي، علي سوي ده اللي جاب من 3 شهور كده جونين في روما. يعني ففي الاخر انت خلاص مدير فني اختار، فاختار. بعد ما اختار انت كان عندك اللعيبه، كان ميكس كتير جدا، في ناشئين كتير جدا. فهو وصل بيهم. الدوري ما كانش ماشي كويس، مع اننا خدنا الدوري السنه دي، وبعدين خسرنا فاينل من الترجي.
في الفتره بتاعه الترجي دي ما احنا خسرنا، المفروض كنا خلاص عملنا التعاقدات، احنا ما اتكلمناش طبعا، كلجنه التعاقدات عملناها وخلاص. بعد ما عملناها حصل بقى الديبيت السات كارترون مشي، وبعد كده جه مدير فني، فكان هيحصل هيكله، فالهيكله دي انا وحسام بكل احترام وادب طبعا مشينا استقلنا. وانت ما يعني خلاص انت عملت شغلك. ليه استقلت؟ ده سؤال لحد دلوقتي انت ما اعلنتوش سببه الحقيقي. يعني بص، المكان هو في رئيس واحد في المكان عشان تنجح، فكنت انا مدير التعاقدات، فكان فيها هيبقى في شخص تاني هيجي يبقى موجود. فكان سؤالي الشخص ده جاي موجود، احنا عملت شغل خلاص، فانت موجود ليه؟ يعني ايه الهدف من التعاقدات؟ ايه الهدف من وجوده؟ بس فانا لقيت ان مفيش هدف من وجوده، وعشان كده يعني حتى كمان اتقال لي طب خلاص مش مهم يجي. والله ده حقيقة يعني، واستنوا واستمروا، بس خلاص كنا احنا شايفين ان كان وجودنا ممكن يبقى ما كانش هيبقى مفيد للنادي. ماشي. فانت خلاص انت بتحب النادي وعاوز الإفادة، وانت عملت الهومور بتاعك ومشيت بشكل محترم جدا، والدليل ان انت علاقتك يعني الحمد لله علاقتي بكابتن الخطيب وبالمسؤولين جيدة جدا، وعلاقة حسام نفس الكلام عشان هو استقلنا. يمكن حسام يعني ما شاء الله رجع دلوقتي حاجة تليق بالنادي الاهلي وتليق بيه. فهي كده، هي بص يا كريم مش لازم تمثيل. هو انت المكان هتعرف تفيد المكان خصوصا انت بتحبه، ولا انت داخل عاوز تستفيد؟ ماشي. بس لو بتحب المكان انت عاوز تفيد، صح؟ لو هتستفيد الناس مش عبيطة، هتعرف تقيمك. واللي حصل بقى المشكلة الكبيرة جدا ان الشخص كان داخل التعاقدات بس، فحصل بقى يعني تفاصيل مش عاوز اتكلم فيها، بس خلاص يعني الموضوع الحمد لله الاهلي اخذ الدوري. انت بتتكلم عشان برضو الحته دي نقفلها خالص، هل بتتكلم انه كان في وقتها المهندس عادل القيعي موجود فحسيت ان في تدخل في التداخل في الصلاحيات؟ لا لا لا، المهندس عادل ما كانش يعني طبعا قيمه كبيره جدا جدا وعلم من اعلام النادي، بس هو ما كانش له يعني ما عملوش اي حاجه بالتعاقدات. يعني هو كان مستشار التعاقدات بس هو ما كانش يعلم الصفقات. بس كان في تدخل من ناحيته يعني يضايقك ولا اي حاجه؟ لا 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 خالص. بتتكلم على هيثم عراوي على الشعر؟ هيثم انا ما اعرفش هيثم يعني شخصيا، ما اعرفوش، عمري ما اتعاملت معاه. هو جه يمكن في فتره وجاب لعيبه، ممكن يكون بقى احسن مننا بكتير، ويمكن يكون كويس قوي، بس دايما زي ما بقولك بقى في واحد ما ينفعش يبقى اتنين في نفس المنصب يعني. بالظبط. فخلاص الموضوع الامور حسمت، وحتى كمان خلاص بعد ما الواحد مشي جه امير، وامير مكسب كبير للنادي. رايك بقى في اداء امير؟ لانه الناس بتقول، الناس ما بتعرفش تقيم قوي مدير التعاقدات غير بعد سنين. يعني الناس ابتدت تقيم عادلي القيعي بعد سنين طويله وصفقات كبيره، وخطف حاجات من الزمالك وخطف حاجات مش عارف فين وعمل ايه، فالناس ابتدت تقيمه. لكن اقيم ازاي امير، او اقيم ازاي محمد فضل، او اقيم ازاي حد جه قعد سنه سنتين ما شفتوش كتير بنتائج؟ انت هو بيبقى جزء، هو منفذ. ما انا بقولك هو في مدرستين، في مدرسه ان انت بتعمل سكاوتنج وبتختار وبعدين بتعرض، وفي مدرسه ان انت تبقى منفذ. ماشي. هو امير أي بيعمل ده يعني اي حد ممكن يبقى في المنصب ده؟ لا مش اي يعني حد. انا لو بقيت مدير تعاقد في نادي الاهلي انا عندك كاريزما، عندك شخصيه، عندك قدره على الاقناع، عندك علم، عندك رؤيه برضو ان انت معاك تيم بيعمل سكاوتنج بعد ما بتطلب. ماشي. يعني بعد ما بتطلب منك، احنا ما كناش بنعمل كده. ماشي. يعني انت خربك، انت كان بيطلب منك مش بالاسامي، انت بتطلب منك بالمراكز. يعني يتقال لك مثلا انا عاوز مركز باك يمين، فانت ترشح له ثلاثة مثلا قبل ما يتقال لك، انت اوريدي عامل الهومورك بتاعك يا كريم. ماشي. يعني مثلا في ناس من 2004، واحد اسمه عبد الرحمن تقريبا، واحد اسمه ميدو، كانوا في الناشئين، احنا كنا مضينهم. ماشي. في عربي بدر، في شادي رضوان، في الناس اللي راحت اعاره، يعني انا عارف الناشئين احمد عبد القادر، لا بس في ناس احمد ياسر كنا جددنا له عقده. ماشي. في ناس انت بتعمل سكاوتنج عليها في الناشئين وفي الكبار، كل الصفقات اللي جت كنا احنا يعني متكلمين طبعا ومخلصين، والاهلي هو اللي مساعدك مخلصين. اللي هي انت مضيت الناس دي؟ طبعا. يعني كنت مضي الناس دي. الناس دي كانت محمود متولي والناس اللي جت بعدك على طول، كله كان ماضي معاك، كله باستثناء هقولك باستثناء مين، كان في واحد بس هو اللي ما كانش موقع. احنا كان في الفتره الاخيره مثلا حمدي فتحي كان معاك، موقع طبعا كله، محمود متولي كان معاك طبعا. معانا يعني معاك وفي فترتك. يعني بدر بنون لا بدر اتعرض وهو رفض، وهو رفض وكان عايز سليف كوليبالي بالظبط. بنتكلم في مين كمان؟ طبعا والتر بوليا لا، ده يعني اختيار كان مفاجئ، وهسالك برضه طاهر طبعا. كهربا كان ليك اي دخل؟ لا. كهربا اتعرض علينا في الاول خالص، وكان فيه ان هو كان عنده مشكله مع النادي الزمالك،
وكان القرار كان لا الابتعاد عن عن الضجة دي، لا عن المشكلة دي اكتر، هو حد كمان هو لعيب كمان في الزمالك، في الزمالك، وبعد كده خلاص يعني ما انت ما احتراما لنادي الزمالك انت بعدت عن الاتحاد المصري، بعدت عن النقطة دي عن طريق وكيل بيعرض عليك يقول لك انا عندي فلان وفلان مثلا وعندهم مشاكل من يعني ناس مقربة وكلاء، بيبقى هي الكلام بيبقى كده يا كريم، وفعلا بتبقى انت عايز تتفادى الخناقة. لا مش تتفادى، انت الموضوع مش خناقة، الموضوع هو قانونا، انت مش انا ما بدخلش احاول اسرق منك حد خالص. لا مش بسرق، بس انت دلوقتي لعيب عنده مشكله مع نادي وفي وهو عايز يمشي، عنده الرغبه انه يمشي. هل احنا اول حاجه هل النادي في احتياج لي دي اول لو انا محتاجه هو طيب. لعيب جامد جدا طيب. وانا محتاجه في بقى حته كده ممكن الناس قليله قوي اللي تعرفها، في دي عند تبقى عند رئيس النادي ولجنه الكوره، في ساعات مبادئ ماشي يقول لك لا مش هنعمل كده، زي ما حصل الفتره فاتت ما حصل التغيرات في نادي الزمالك قال لك احنا مش هناخد اي صفقه نادي الزمالك، ساعات بتحصل ممكن نادي الزمالك يعمل كده، ممكن نادي الاسماعيلي الاتحاد، ففي الاهلي ساعتها لا بلاش الابتعاد عن الموضوع ده. اوكي يعني ده طب ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في موضوع كهربا ده؟ لا ممكن الامور بقى القانونيه اتغيرت، يعني يعني خلي بالك في حاجات بتتغير، زي موضوع عبد الله قبل كده لما جيت كان عبد الله راح اعاره، فكان في حاجات يعني خلي بالك في حاجات مش كل حاجه قانونيه او فنيه بس يا كريم، في ساعات بتبقى في جانب كده خلاص رئيس النادي او لجنه الكوره هي اللي بتاخد القرار ماشي، فهي حسابات كتيره في حته التعاقدات، انت بقى مدرستين، مدرسه بتبقى منفذه ومدرسه بتبقى يعني ممكن تبقى اللي هي موضوع السكاوتنج ديبارتمنت اللي هو انا ببقى داخل ببقى عامل حاجات كده، دي بتفرق بقى حسب وده على حسب المدير الفني اذا كان هيقبل منك كمان انك الترشيحات بتاعتك دي هو ياخد بيها ولا لا. طبعا المدير الفني ولجنه الكوره وكل حاجه، ممكن تبقى انت مثلا بتعرض حاجه هو مش شايف ان هو كويس. طب يعني انت من اني مدرسه فيهم؟ انت كنت من مدرسه انك بتمهد للمدرب ما جايب لك فلان وعلان وترتان وحاجات كده؟ يعني انا من مدرسه ان انت المدير الفني ممكن يمشي في اي وقت. فانت دايما بتبقى جاهز بشغلك، وخصوصا ان في لجنه الكوره بتفهم، خصوصا انت عندك رئيس نادي لعيب كوره يعني كمان قبل لا اي حاجه يعني كابتن خطيب اسطوره يعني فانت بعينه حلوه جدا، بياخد راي المدير الفني، بس انت بتبقى جاهز بهويه اللعيبه يعني هويه النادي. ممكن مدير فني يختار لعيبه ويمشي طب لو مشي بعد 3 شهور هتعمل ايه؟ هيجي مدير فني تاني الله اعلم بمدى قناعته باللعيبه دي صح. فانت دايما السبورتس دايركتور بقى هو ده دي قصه بقى مش موجوده اصلا في مصر يعني لا في بعض الانديه موجود بس يعني قليل قوي بس السبورتس ديكتور ده هو دوره اللي هو بيبقى فوق المدير الفني فبيبص على سيستم النادي وهويه النادي. ده احنا كنا عاملين الكلام ده كنا عاملين دراسه كده ومسلمينها وكل حاجه، عشان كده انا بقول لك القرار بتاع النادي في الثلاث شركات الاهلي تحديدا انا بالنسبه لي بقول لك حاجه يعني انا بتهيالي ده يعني انا عندي 40 سنه يمكن ده احلى قرار سمعته والله بجد يعني في صناعة الكرة المصرية أو في الكرة المصرية، يعني دي حاجة بتأخر كتير؟ بتأخر كتير جدا طبعا بتأخر كتير جدا، بس المفاجأة بالنسبة لي إن هو الثلاث شركات صح. يعني أخرك هنعمل شركة رياضة ماشي، لكن ثلاث شركات بالفكر ده باختيار العناصر دي، العناصر مفيش كلام يعني متقدرش تتكلم على حد منهم خالص. ياسين منصور ومصطفى مراد فهمي وحسام غالي ده بالنسبة لشركة الكورة، في شركة خدمات الرياضية، في شركة الانشاءات. طب احكي لي عن كلهم كويسين يعني انا عارف الاسامي، الاسامي كلها كويسة قوي قوي.